والحزبية عند العواليق ديل اللي هو العصبجية، العصبجي الكبير ونائبه عديم الآداب وبقية الشلة، دبا لهم حيث محلوا. وقد يكون في جماعة بصوا لهم مثل الوثاقة يقول لهم قبل عليكم، قبلت عليهم يا عافي، وما لهلك وما لهلك وما أظنك أن تقوم. ثلاثة تنظيمات بس منظمة دي السلفية، وما حزبيين، حزبية مغوطة دي السلفية، وما حزبيين، حزبية مغوطة. وأنا أذكر كنت بتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده ما تقوم، هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده ما تقوم. دي السلفية وما حزبيين، حزبية مغوطة اللي هو جماعة أنصار السنة بشقيها المركز العام والإصلاح وجميع الكتابة الثاني، ما بعترف لي بأي تنظيم يمثل السلفية. فأفهم إنه الجواب على السؤال قد اتضح، وإنه أي تنظيم وأي عالم بيتكلم بالسلفية غير التنظيمات الثلاثة دي أنا عندي ده ما سلف مجبوه من دار الناس، لأنه أنا عارف الواقع. أي واحد غير التنظيمات الثلاثة دي اللي هو الكتاب والسنة الجميع والتنظيم ده عن سلسلة بشقيه، فيهم ده العلماء اللي بيتكلم ينطقوا باسم المنهج ده السلفي، أنا عندي ده هم الثقات بتاعين الإصلاح ده كمان خليها سهل، ده أخذوا الحزبية بكل ما تعني، لأنه الطاقم المستولي على الإدارة بتاعت الجماعة طاقم أنا بعرف، وقد يكونوا إخوان مسلمون عديل مزروعون، وقد يكونوا قادة في التنظيم بتاعهم، قادة عديل فهمت لما صرحوا وكتبوا في ذلك. أتحدى أي واحد الآن إصلاحي جيبني محاضرة عشان أتكلم في البدع والضلالات، مش كلموا فعلا جاي محاضرة عن المضلين وعن أهل البدع، وحتكلم عن جماعة هم بيقدسوهم، عن عبد الحي. ولا ما عبد الحي ده يا أخي ما أتكلم فيه، لأن عندنا مع بعض التعاملات. أيوة كم بتعامل كده، قل على هذا ولا تعاملات ولا تعامل، ومحمد زاهر ما أتكلم فيه، وعندنا فدوة وتعالنا بجنب المنهج. أنا عند دل إخوان مسلمون ومنهجهم منهج منحرف، ونحن نرد عليهم ما يقبلوا ذلك، عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحته دي. الجماعه بتاعتنا من انصار السنه جماعه الاصلاح اللي هو بتاع شهاب زيد حفظه الله، هم اخواننا في النهايه مش اخواننا؟ اللي بيقول ما اخواننا هو على حيله هو على حيله، ده اخواننا، اخوان انصار السنه ده اخواننا كلهم. هذه المصويه وهو يقول بانه هي توزع في جامعه الخرطوم في معرض لجماعة أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح، ووزعوها داخل المخيم، وأقر جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح هذا الفعل، وده كله تلبيس للحق بالباطل. أنا بعتبره ده كله في النهاية لف ودوران، سواء كان من جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح الذين هم قد يقرون هذا من عبر التنظيم بتاعهم الذي يقول بمشاركة المبتدعين والتعاون معهم وإلى آخر من فتاوى وجدتها عبر تنظيمهم في النت، وده كلام باطل والحقيقة تقال أيا كان. فده بيتكلم قال داري حرب الشيعة وبمجد بالصوفية، معقول ده يقدم دين؟ ها، وربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أول شيء أنا بعرف الدعوة دي هي الأصل فيها جماعة أنصار السنة المركز العام، رضيت أم لم تأبوا؟ أنا عندي المركز العام هو الأصل وأنا عضو فيه من جماعتي، وما دار تلتزم لو أنت على كيفك وما بدأوك، لكن أنا بقير هذا. الجماعة دي الجماعة الأصل اللي بتمثل الدعوة السلفية في السودان، رضيت أم أبيت؟ جماعة عقدت الولاء والبراء. المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة والضيوف الكرام وقيادات هيئة شؤون الأنصار، الحضور الكريم رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوة الإسلام، نشكر لهيئة شؤون الأنصار دعوتها لنا، ونحن لنا علاقة خاصة ومتميزة مع هيئة شؤون الأنصار ومع حزب الأمة خاصة، ونحن يعجبنا مظهر الأنصار ومظهر القوة والفتوة التي هي من مظاهر الإسلام، ولنا علاقة متميزة على مر التاريخ بالأنصار، حيث كانوا يتعاونون معنا دائما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبيننا وبينهم التناصح والتعاون والتعاطف. لكن أذكر السيد الإمام الصادق والجمع المبارك أننا لا نثير قضايا قد تكون من باب الحريات. هنالك قضية النقاب، هذه قضية حرية، أن تغطي امرأة وجهها هذه حرية، أن يحيي الإنسان هذه حرية، ولكن لا يفرض رأيه على الآخرين. نحن نشكر لهذا الجمع المبارك، ونشكر للسيد الإمام دعوته لنا وهيئة شؤون الأنصار، ونحن نعتز بصداقتنا وعلاقتنا بالسيد الإمام، يزورنا كلما دعوناه، ما دعوة إلا زارنا فيها أو أوفد لنا من يمثله. نحن عريصون على هذه العلاقة وعلى العلاقة مع كل المسلمين في السودان وفي غيره، ومع غير المسلمين في بلدنا هذا. أشكر لكم هذه الفرصة الطيبة المباركة، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الشكر أجزله للشيخ إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، بارك الله فيه. الحضور الكرام، أيها الأحباب، يقيم حزب الأمة القومي ندوة كبرى يوم بعد غد الاثنين الخامس من هذا الشهر. فأفهم إنه الجواب على السؤال قد اتضح، وإنه أي تنظيم وأي عالم بيتكلم بالسلفية غير التنظيمات الثلاثة دي، أنا عندي ده ما سلف. وأشهد الله الذي لا إله غيره، الشيخ ده بنمشي له مئات المرات، أي رد رديناه وبنودي له ويسمعه. أنا أي رد على الهواري دعاة التميع على محمد الأمين إسماعيل بودي له وبيسمعه، بقول له أنشره، بقول له أنشره طوالي، وفي ردود يقول لي أنت لسه ما نشرتها، أنشره ده الشيخ ذاته، وبقول لي لسه أنا دوري ما جاء، أنا دوري بيجي، بس خلي جمعي ده يكتمل برد لك على الدكاترة ديل كلهم. الليلة طلعوا الدكاترة ناس فاهمين، والله لا أدري هذا التغير الذي حدث للشيخ محمد صالح عبد القادر من أجل من أو من أجل كم، أنا بتساءل ولا أتهم، لا أدري من أجل من أو من أجل كم، التغير واضح.